كندا تاني تجربة اللي هي ديفلكشن جريتنج دي عاوزين نمشي فيها الروز لينز باي يوزنج ذا ديفلكشن جريتنج هنجيب الليزر وهنجيب الكونفكس لينز وهنجيب الديفلكشن جريتنج هنجيب السكرين هنحط السكرين الديفلكشن جريتنج كده والكونفكس بالعكس حطهم هتقوم بالعكس بعد كده هنحسب المسافة بين الأولان والثاني 5.2 عشان الفوكال لينس بتاع العدسة 5.2 فهنحسب كده ومعانا الفوكال لينس بيساوي 48 مليمتر نخليها 4.8 سنتي وعندنا دي بتاع ديفلكشن جريتنج 1.5 على 1 على 5 2 7 6 5 2 6 70 عندنا الاكس دي المسافه بين الثلاث هدد على عددها وبعد كده نحسب اللمضة هتساوي اكس دي على اكس الاكس المسافه بين الهدد على عددهم والدي اللي هي 1 على 5 2 76 والاف اللي هي 4.8 سم نضربها في 10 سنوات